قال سبحانه إنهم كانوا يسارعون الخيرات ويدعونا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون الخيرات وهم لا يسارعون. يؤد ما يؤد من العمل عن جد وعن نشاط وعن رغبة بما عند الله عز وجل وعن خوف وجل أن ترد عليهم أعمالهم. هذه حال الأخيار، هذه حال السابقين، ليسوا أهل من بالعمل ولا عجب بالعمل، لا يؤمنون على الله بأعمالهم ولا يعجبون بأعمالهم، بل يعملون وهم منكسرون خائفون وجلون مشفقون يرجون رحمته ويخشون عقابه. ومن أجل هذا يجود الله عليهم ويحسن إليهم ويجبر كسرهم ويعينهم ويثبتهم. ولهذا قال إنهم كانوا سابقون وهم لها سابقون وهم لها سابقون سابقوا وسبقوا بسبب توفيق الله لهم وإعانته لهم وبسبب صدقهم وإخلاصهم وخوفهم ورجائهم. فأنت يا عبد الله عليك أن تعسى بهؤلاء الأخيار في جميع أعمالك، جد ونشاط وإخلاص وصدق، ومع ذلك تخاف وترجو، لا تمن بعملك ولا تجن بعملك، بل كن خائفا راجعا بين الخوف والرجاء. قال بعض السلف ليكون الرجاء والخوف للمؤمن كجناحي للطائر، كجناحي يطير بهما. قال بعضهم وليغلب جانب الرجاء في حال المرض، وليغلب جانب الخوف في حال الصحة، حتى يكون في حال الصحة أكثر حذرا وأكثر مسارعة الخيرات، وفي حال المرض والضعف يكون حسن الظن بالله يغلب عليها الرجاء وحسن الظن بالله. ولكن ظاهر القرآن والسنة أنه ينبغي له أن يكون بين الرجاء والخوف، لا هذا ولا هذا، يرجو ربه ويخاف ذنبه، حسن الظن بالله، ولكن مع هذا هو خائف أيضا، فهو بين الخوف والرجاء كما قال الله عن رسله وأنبياءه ويدعون رغبا ورهبا وكان لنا خاشعين. قال ولكن يدعون ربه ويرجو رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا.